الفرحة والبهجة زي ما قلت لحضراتكم، والزغاريد معايا المأذونة الشرعية الأستاذة دعاء نبوي القشلان. ازيك يا حبيبتي؟ ازحرك يا استاذ، مشرفاني ومنوراني وفرحانة جدا جدا ان انا شايفاكي. انا الاسعد يا استاذ نشوى. الله يخليك يا حبيبتي. مهنة المأذونة الحقيقة مش مهنة دارجة، وظهرت حديثا، يعني صححي لي كلامي لو غلطانة، صح؟ هي ظاهرة من 2009 من 2009. 2009 بس طب ليه مش يعني ما اتشهرتش المهنة دي غير في الكام سنة الأخيرة؟ لا، هي بالنسبة للمأذونات البنات يعني مش كتير قوي، احنا مش كتير يعني في كل عدد محكمة قليل حوالي مثلا 3 من نسبة مثلا 30 40 مأذون يعني بس 10% من الرجالة من مثلا. مثلا، وفي نفس الوقت بقى يعني مفيش اي حد اصلا بيجيب سيرتنا، ولا اعلام بيجيب سيرتنا، ولا في الافلام مثلا تلاقي الراجل هو اللي لازم مأذون. يكتب احنا الكتاب. لان احنا اتعودنا على كده. انا فكرة المأذونة الحقيقة مش يعني مش معتادة، انا بس هي مبهجة بقالي 13 سنة مأذونة على ما شاء فكرة. الله. طيب انتي المأذونة بتبقى دراستها ايه مثلا؟ هو لازم يكون دارس الشريعة الإسلامية 4 سنين في تمام، الكلية، ماشي؟ يعني أنا عن نفسي أنا مخلصة كلية حقوق. حقوق. طب اشمعنى مش شريعة بقى؟ ما أنا دارسة الشريعة الإسلامية 4 سنين في الكلية. يعني حتى لو خريجة حقوق، يدرس شريعة إسلامية. طب لو خريج هندسة وعايز يبقى لا، مأذون؟ ممنوع الأزهر يقدم عادي لأنهم دارسين شريعة إسلامية. أما يعني انت حقوق أزهر، لا، أنا حقوق عادية. حقوق عادية، الشريعة والقانون. لا لكن لازم تدرسي 4 سنين في الأزهر. لا 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 لا، انا دارسه في قلب كليتي 4 سنين في الشريعه الاسلاميه، بدرس ماده الشريعه الاسلاميه في الكليه. طب لو حد معاه يعني دراسة تانية، دراسة عادية، ممنوع، ممنوع؟ لازم يدرس شريعه اسلاميه. مفيش. طب المعهد اللي بيبقى سنتين، معهد الدعاء أو لا 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 لا، برضه ملوش لأ. علاقه بينا. لا، ملوش علاقه بينا. لازم شريعة تابعه. في أي جامعة، مش لازم جامعة الأزهر. لا، هو ممكن، ما هو الازهر اصله، الازهر كده كده بيدرس الشريعه، اما هو الحقوق بقى اللي عندنا. يعني احنا حقوق، تخصص كلية حقوق هي قسم. حقوق. لا، هو حقوق بس، احنا بنخلص كلية حقوق بس. يا حبيبتي أيوة، ما أنت بتقولي لازم شريعة. ما هو احنا بنبقى دارسين في الكلية نفسها شريعة. يعني أنا قصدي أي محامي يقدر يبقى مأذون، أي محامي يقدر يبقى مأذون، ده عادي. طيب هل في مواصفات يعني، أو مش في تسهيلات للمحامي الراجل مش موجودة عند سوري المأذون الراجل مش موجودة عند المأذونة الست؟ تسهيلات في ممارسة العمل؟ لا لا طبعا، انا نفس الشروط هي هي طبعا اللي بياخد، اللي بيكسب يعني، هي بتبقى عامله مسابقه، بيبقى مقدمين في مسابقه بعد ما المأذون بيموت. اللي بياخد، اللي بيبقى اعلى مؤهل هو اللي بيكسب. لا ثانية واحدة، يعني ايه بعد ما المأذون بيموت يعني في مأذون بتوفى النهارده مثلا في البلد، بيفتحوا المسابقه بتاعته ان هم عايزين مأذون واحد تاني ايه ده؟ غير هو اللي توفى، لكل بلد في مأذون واحد؟ حسب بقى البلد فيها مأذونين او واحد او اتنين او تلاته، فواحد فيهم يتوفى. هم محددين، المأذون محدده ما بتكترش، هم عدد محدد ما في يزيدش، مصر. مش اي حد بمزاجه نفسه يبقى لا مأذون لا فيبقى لا، مأذون. لازم المسابقه تتفتح، وعشان المسابقه تتفتح لازم يكون حد يتوفى. لانه ما فيش حاجه اسمها مثلا يتركن على المعاش لا، في ما هو المأذين. لسه بقى، لسه طالع بقى القانون بقى في المعاش. يعني ان سن معين وتبطلي مأذونيه. لا، هي دلوقتي لسه في القانون ده لسه نازل، ماشي؟ اما هي كده كده لازم مسابقه تتفتح. تتفتح منين بقى؟ ايه الجهه اللي بتفتحها؟ المحكمة عندنا، محكمة القضاء، الأسرة. محكمه الاسره. انا بفتكر مثلا وزاره مثلا الاوقاف او لا لا لا، احنا تبع وزارة العدل. محكمة الأسرة بتفتح المسابقة، بنقدم فيها، الأعلى مؤهل بقى هو اللي بياخدها سواء بنت أو ولد. يعني لو انت مثلا جايبه امتياز و... لا لا لا، ملهاش دعوه بالتقدير. ملهاش دعوة بالتقدير، ليها دعوة دي خلصها كلية وده مخلص ماجستير، الماجستير هو اللي ياخدها. الماجستير احلى يكون إيه؟ لو تقدم هو اللي هو ياخد اللي ياخد. الحكايه. طب ما خلصين مثلا كل ماجستيرات كلهم، وفي دكتوراه، الدكتوراه هو الاولى. ايوه طب الساو مثلا كلهم معاهم دكتوراه، بيتعمل قرعه بينهم، واللي طب يطلع في القرعه هو ايه اللي ياخدها. الميزه؟ يعني انا خريجه حقوق، طب ما افتح مكتب واشتغل محاميه، ايه الميزه او ايه اللي يخليني اروح اقدم في مسابقه المأذونين؟ هي لا، هي كل مهنه وليها مميزاتها وليها. طب ايه مميزات مهنه المأذون؟ لا، هي حلوه يعني زي اي مهنه، ليها عيوبها وليها مميزاتها، بس انا حبيتها، ايوه بس انا مثلا لقيت شايفه نفسي فيها ان دي صراحه. مهنه مثلا ملهاش مثلا مرتب ثابت، هي انت مش مشكلتها، هتتقاضي مرتب ثابت من جهه. ولا معاش ولا تأمينات ولا اي حاجه خالص. طيب ايه الميزه بقى؟ ماشي، انا انت حبيتها حابه؟ يعني. انا بابا قبل ما يتوفى قال لي انا بتمنى ان انت تقدمي في المأذونيه.
يا سلام فانا قدمت فعلا وخدتها. انا ما حبيتش، هي كانت رغبه بابا بس، يا بس انا حبيبي. لما قدمت فيها واشتغلت فيها انا حبيتها. فيها طيب بقى ايه هي اجمل حاجه فيها؟ ايه، مساعده الناس. استنيني بقى على مساعدة الناس، عشان انت عندك ميزة عظيمة جدا جدا. انت مأذونة يعني في الفرح دايما، لكن بعد الشر، بعد الشر افرض في اتنين هيتطلقوا، هل ممكن يعني تعملي، يعني تعملي مراسم الطلاق يعني والإجراءات؟ امتى بقى؟ لما اكون خلاص انا زهقت معاهم، يعني ممكن اقعد 4 5 ساعات معاهم، احاول معاهم بحل المشكله. طب تصدقي بقى وتأمني بالله ان الست تقدر اكتر من الراجل تحل المشاكل، جدا جدا انا بحل مشاكل كتير جدا لانك ممكن تعرفي التفاصيل وتدخلي فيها مع الست كده، يعني ممكن راجل او مأذون يتحرج. هي فعلا كده، ده اللي بيحصل بالظبط. طب بعد الشر اي حد عايز يطلق يروح للاستاذه المأذونه؟ مش هيطلع كده، عشان ايوه احنا مش مش عايزين، هيطلع احنا مش عايزين طلاق، احنا كده عايزين عمار. كده مش قافل المكتب خالص. لا.